يا صباح الخير والسعاده والرضا والابتسامه المصريه الحلوه على وشوش الناس الطيبه، ناس واهل بلدنا. صباحكم جميل، يوم جديد النهارده في صباح اون. زي ما تعودنا دايما معانا كده متابعه لاهم الاخبار، وبنقدم لكم كده خدمات حاله الطقس والمرور، وهنشوف كمان اطلاله جميله من خلال الدرون كاميرا صباح اون لصوره من صور بلدنا. حلقة متنوعة فيها فقرات كتيرة، بس اسمحوا لي قبل ما اتكلم على الفقرات ارحب بزميلتي العزيزة أميرة عدلي. منورانا أميرة، صباح الخير. صباح الخير يا محمد، صباح الخير مشاهدينا، صباح التفاؤل والأمل والسعادة. النهارده يوم يا رب كده يكون مشرق على حضراتكم. النهارده في شبورة عالية شوية، فخدوا بالكم من الطريق، كان المحور صعب جدا وأنا جاية، يا رب كده يسلم طريقنا كلنا. النهارده زي ما قال محمد عندنا فقرات كتير وموضوعات كتير وتقارير كمان مميزة. صحيح. جدا. يمكن هنتكلم عن الفقرتين. عندنا فقرتين مميزتين. أول فقرة هتكون معاك يا محمد. أول فقرة هتكون عن إنجاز حققه جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنجاز عربي مهم جدا، حصلوا على درع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية. نعرف تفاصيل أكتر عن الإنجاز ده الخاص بالجهاز التعبئة والإحصاء، هيكون معانا ومنورنا المستشار أحمد كمال، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وكمان المهندسة نجلاء زين مهندسة برمجيات، ونعرف يعني خدنا الجايزة ليه وليه التكريم ده وفكرة الإحصاءات والأرقام. احنا دايما بنشتكي ان ما عندناش دقة في الأرقام والإحصائيات في شؤون كتيرة جدا في المجتمع. هنعرف أكتر في فقرة خاصة عن الجهاز التعبئة العامة والإحصاء، لكن الجايزة دي بتأكد ان احنا عندنا أرقام يعني حقيقية وثابتة ودقيقة كمان. صحيح. كمان عندنا فقرة تانية عن فرقة من تايلاند، وهي هيكون مع الزميل العزيز حسام الدين حسين، هتكون فقرة مسجلة. تابعونا على مدار ساعتين من الساعة 8 ل 10، هيكون عندنا فقرات كتير، والفرقة دي جاية من تايلاند مخصوص علشان تعمل مجموعة كده من الحفلات. إن شاء الله اللقاء هيكون بدقة، كمان هنعرف عنهم إيه هم وبيعملوا إيه وكمان تايلاند معروفة جدا زي ما إحنا اتكلمنا قبل كده إن هم عندهم كلور شعبي كده. عايزين نتكلم النهارده بشكل يعني كبير عنهم مع الزميل العزيز حسام الدين حسين، وهي هتبقى فقره مسجله. طيب. فرصه، انا عايز اعرف عن موسيقى تايلاند، يعني حاجه لذيذه ومختلفه ما نعرفش عنها كتير. هنعرف. صحيح. خلي بالك هم كلهم في الصين واليابان ولهم حتى ايقاعات كده حلوه مختلفه. لا تقريبا هم كلهم بيتكلموا عن الدراجون، يعني فكره الدراجون او التنين هو بالنسبه لهم مثال للحاجات الاسطوريه عندهم والحاجات التاريخيه والقوه عندهم. فالنهارده هنتكلم نشوف حسام عمل ايه مع الموسيقى التايلانديه في الفقره الثانيه، ونبتدي معاكم بقى فقراتنا النهارده. ودايما زي ما تعودنا بالتقارير، بنحاول كده ندور على التقارير اللي تدي كده طاقه ايجابيه وتفاؤل الصبح، وكمان بندور على فيديوهات مختلفة بنوريها لحضراتكم. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي معانا فيديو بيأكد دايما ان التحدي والإرادة هي السبيل الوحيد للنجاح، مهما كان في أي إعاقة بيواجهها الإنسان، بالتحدي وبروح الإرادة ممكن يحقق نفسه. طفل صغير عمره يعني لا يتجاوز 10 سنين بيعاني من ضمور في العضلات. الضمور ده ادى الى اعاقته بشكل كبير. الاعاقه دي ما خلتوش لا يتفوق، لا بالعكس تفوق في الدراسه على باقي الزملاء زي ما احنا شايفين، وبدا يبدع ويرسم ويمارس حياته باقل حاجه موجوده. يعني هو زي ما احنا شايفين الاميره بلسانه بيكتب، بلسانه بيرسم بدل الذراعين اللي فقدهم. صحيح. وكمان قوة الإرادة والعزيمة. ويمكن احنا امبارح كنا عندنا تقرير عن السيدة الأوكرانية اللي كانت بتعمل مكياج برجليها. صحيح. كمان عندنا رمز كمان للقوة، طفل عمره 10 سنين شاف ايه في حياته علشان يبقى بالقوة دي، ولكن يعني ده بيأكد ان احنا عندنا عزيمة وإرادة. البني آدم بيرسم ازاي حقيقة يعني. البني آدم لما بيبقى عنده قوة وعزيمة يقدر ان هو كمان يتفوق، كمان بيلعب طاولة. هي طاولة، هي شبه الطاولة عندنا بالظبط، حاجة يعني لعبة أظن هندية أو حاجة مش عارفين مكان الفيديو تحديدا، لكن لعبة زي ما احنا شايفين بيمارس حياته عادي جدا. ودي رسالة لكل واحد يعني بيكسل، أو كل واحد حاسس إنه ناقصه حاجة في حياته. لا، يعني في ناس عندهم مشاكل كتيرة جدا. صحيح. رغم ده بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، عندهم قدرة على التفاؤل والأمل. فهو بيدينا درس كده على الصبح، لا مهما ظروفك كانت صعبة انت قادر انك تحقق حاجة وتصنع فرق في حياتك. صحيح. كمان خطه حلو جدا. يعني
فعلا خطه حلو جدا. يعني الفكره كلها مش فكره ايدين ورجلين وان احنا نستخدم الحواس الخمسه عندنا. احنا عندنا حواس ثانيه زي اللسان زي ما احنا شايفين دلوقتي يقدر يعمل بيها حاجات كتير. هو مثال. واحنا حبينا نبتدي بالفيديو ده علشان نقول انه السبيل الوحيد للنجاح هو البني ادم ذاته. صحيح حقيقة. صحيح. نروح بقى صحيح هنروح لفيديو تاني او تقرير كمان تاني. داليا سويلم ومنى قلة شابتين تخرجتا من كلية نظم المعلومات قرروا ان هم يدخلوا مجال ما دخلتوش اي بنت قبل كده فانشأوا مغسلة للسيارات. يعني حقيقة هو فكرة مختلفة. خلونا نشوف تجربتهم اكتر في الفيديو ده والتقرير ده نرجع لحضراتكم. منى سعد قلة بشتغل في جامعة الفيوم محاسب خريجة نظم معلومات. أنا داليا سويلم خريجة نظم معلومات وشغالة في قسم علوم فرنساوي. عرفت منى عن طريق التصوير الفوتوغرافي كانت الصدفة إن احنا خريجين نفس الجامعة. فكرة المغسلة جت احنا حابين مجال العربيات وهاويين مجال مشتركين في جروبات كتير للعربيات و بنحضر ايفنت بنتابع المجال نفسه كل جديد ايه الموجود فيه. فكرنا ان احنا نعمل مشروع ليه علاقه بحبنا للعربيات فجت فكره المغسله. الاسره بالنسبه لهم كان الموضوع مختلف وبس هما كانوا يعني واثقين فينا ما كانش فيه اي اعتراض على اي حاجه بالعكس كانوا بيساعدونا ماديا ومعنويا برضه. بالنسبه للمجتمع ما كانش فيه بالنسبه لنا تخوف لان دلوقتي المراه بقت في كذا مجال يعني بتدخل مجالات كتير ما بقاش مقتصر على مجال واحد او حاجه واحده المراه بتعملها او الراجل بيعملها لا بقى في ستات بتخش في مجالات مختلفه وغريبه وبتثبت نفسها. فكرة المغسلة عموما ان هو يبقى قايمة عليها بنتين هي حاجة جديدة في المجتمع عندنا مش موجودة في مكان تاني بس بصراحة كاختلاف او كأداء الخدمة هنا موجود انا مشفتوش زي في اي مكان تاني وده اللي حاجة الوحيدة اللي تخليني هنا اجي. يعني كان في رسالة ان احنا عايزين نثبت ان البنت تقدر تشتغل اي حاجة يعني مش شرط ان المهنة غسيل سيارات ده محتكر للولد. احنا قادرين ان احنا ندخل اي مجال ما دام البنت تقدر تثبت نفسها لا تخوض التجربه هتقدر تثبت فكرتها. وجه رساله للبنات ان مفيش صعوبات ما في يعني هي ما تحاولش ان هي تحكم نفسها في حاجه معينه او المجتمع يحكمها في حاجه معينه لا تفكر كويس ان مبقاش في حاجه مقتصره على حد واحد. اي واحده هتقدر تثبت نفسها ما دام هي حابه ان هي تدخل تجربه في مجال تدخل تنزل وتدرس الموضوع كويس جدا وهتقدر يبقى ليها بصمه في اي مجال هي حابه ان هي تثبت نفسها فيه. والله جدعان جدا جدعات جدا يعني بحرف الت بجد. بعدين اللي يعني يقدروا يعملوا اي حاجه مش زي ما احنا شفنا الشغل ولما سالوا حد راح لهم رد قال انا بشوف خدمه هنا ما بشوفهاش في اماكن تانية. فهنا المعيار دايما مش بنت ولا ولد ولا حاجه فانس. انت بتقدم بتتقن عملك ولا لا. بصنف النظر انت راجل او ست بس هي يعني الفكره شغلانه متعبه صعبة. صحيح لا متعبه بس ربنا يوفقهم يا رب. كل ما حد بيبقى بيفكر خارج الصندوق بيبقى الموضوع مختلف تماما صحيح. فربنا يوفقهم يا رب. يعني طيب جميل مش الضمير يعني هو هي بتعمل العربيه من جوه انا متابع لا ضمير يعني عارفه الحته دي لان البنات عامه او العامل الانثوي بيبقى دقيق قوي يعني. لا مفيش كذب والله. طيب نروح من التقرير الجميل طبعا كل التحيه لداليا سويلم ومنى قلة على تجربتهم ان هم يفتتحوا مغسله للسيدات او مغسله للسيارات قائم عليها سيدتين زي ما احنا شفنا. طيب تعالوا مش هنبعد كتير هنروح بقى الابداعات الفنيه المختلفه وكمان مع المراه اللي بتثبت دايما انها قادره انها تنظر بنظره مختلفه او بزاويه مختلفه. مروه فنانه شابه وجدت في فن المندالا والزغرفه ملاذ ليها لتخرج ابداعها المختلف
فن بسيط جدا هنعرفه في التقرير ازاي حاولت قدرتها انها ترسم بطريقه المندالا، وهنعرف يعني ايه في التقرير، وحولتها لمشروع تشتغل بيه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. كل بيس بتبقى بتأثر فيا الصراحة، يعني كل بيس عشان هي مختلفة فكله بيطلع من جواه، يعني فما عنديش واحدة مميزة قوي، يعني كلهم أنا تعبانة فيهم، كلهم بيبقى صعب علي إن حد ياخدهم أصلا. يعني بيد ثابتة وحس فني تمزج الفنانة الشابة مروة ذات 27 عاما الخطوط والألوان لتشكل زخارف مختلفة بطريقة ارتجالية داخل الدوائر. ذلك الفن الذي استهواها يعرف باسم فن المندالا. بشتغل مندالا ودودلينج على الخشب وعلى السيراميك وعلى الجلود، ودخلت فيه شويه ان انا اعمل ابستراكت تحت المندالا، ما تبقاش فكره ان هي سيركلز وخلاص متلونه، يعني نعمل بيز ابستراكت وبعد كده اشتغل عليه مندالا. بشتغل شغلي كله بالريليف، الريليف اللي هو بيبقى على البارز. يعني رغم عدم دراستها لفنون الرسم الا انها حرصت على تنميه موهبتها بنفسها منذ الصغر وعلى مدار الاعوام. المندالا بتبقى عباره عن سيركلز كتيره كده، يعني بتبتدي من سنتر وتبتدي بقى تكبري السيركل وتلوني بقى كل حته صغيره الوان، يعني كل واحد وشغله. ساعات الناس بتعمل كل سطر كده لون، وفي ناس بترسم نفس يعني السيركلز دي اشكال مختلفه. تستغرق اللوح من الفنانه الشابه مده تصل الى 5 ايام بسبب تعدد طبقات الالوان. بروسيس الشغل بقى ببتدي ان انا لو هي خشب مثلا طبعا بنصنفر الخشب، وبعد كده ابتدي بقى احط لو انا هعمل ابستراكت فابتدي الون بقى اعمل الوان وادخل بقى الابستراكت الاول واسيب الحاجه تنشف لمده يوم مثلا، وبعد كده اقوم رايحه رسمه المندالا بالرصاص كده عليها، وبعدين اعمل لها ريليف واسيبها تنشف، وبعد ما تخلص بقى بعمل لها ورنيش بدهنها ورنيش عشان تثبت الالوان اكتر. ما يميز مروى هو عدم تكرارها لاي لوحات او اشكال المندالا، حيث تسعى للتجديد دائما. نزلت معرض كان في سوق الفسطاط تقريبا كان الاسبوع اللي فات، يعني الناس شويه عرفت ان في شغل زي كده بيتعمل، انا اصلا كنت نازله عشان الناس تعرف ان في حاجه زي كده بتتعمل، فعجبني برضو رد فعل الناس ان هم لما شافوا الحاجه دي احنا مش شفناها زيها قبل كده، فده بسطني جدا. يعني انا نفسي ان انا يبقى عندي جاليري في شغلي ان شاء الله، يعني نفسي ان انا شغلي يبقى اصدره بره كمان، الناس تشوفه بره ما يبقاش هنا بس. strong independent woman. ايوه لسه المخرج هو المخرج اللي بيقول لنا كده المرأة قوية معتمدة على نفسها. لا حقيقي المرأة قوية، المرأة فعالة في المجتمع فعلا. هي مش بتقف عند فكرة ان احنا عايزين نشتغل لمجرد ان احنا نريح ونرتاح، لا احنا بنتعب حقيقة فعلا. يعني جد والله العظيم. وكمان والله الفن اللي بتقدمه مروة اللي عملوه قبل كده البنتين داليا ومنى، ده بيثبت انه احنا بجد عندنا فكره، مش فكره ان احنا بنشتغل وخلاص، احنا عندنا افكار وافكار بره الصندوق. فربنا يوفقهم كلهم ويوفقنا معاهم. حاجه رائعه جدا وجميله. بعدين الفن مختلف كمان، انا اول مره أميل اعرف فكره المندالا دي، يعني حتى قبل الهوا كنت بسال يعني ايه مندالا، هي مندالا ولا مندالا؟ هي فكره الكراسات اللي هي بيحصل فيها الالوان. لكن هي الجديد عندها انها بارزه، عملتها بشكل بارز كمان. وبتاخد الرسمه منها 5 ايام، يعني الموضوع مش سهل خالص. فربنا يوفقها انها حولتها لمشروع، يعني حقيقي. فكره برضو انه لا ممكن اشوف الحاجه اللي انا مميز فيها زي ما مروه مميزه وعملتها بشكل مختلف. طيب نروح لاكاديميه الشروق. نظمت اكاديميه الشروق مهرجان لابداعات طلاب 26 جامعه مصريه وعربيه بدار الاوبرا. اللي حصل ان هم عملوا ورش عمل حول مهارات المذيع الناجح، اعداد البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه والصحافه الاستقصائيه واساسيات النقد الفني، كمان قدموا عروض لافلام الروائيه القصيره والافلام الوثائقيه المشاركه في المهرجان. خلونا نشوف تفاصيل اكتر معنا في هذا التقرير ونرجع لحضرتك. بمشاركة كليات ومعاهد وأقسام الأعلام في 25 جامعة مصرية وعربية انطلقت فعاليات مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الأعلام. مهرجان الشروق هو المهرجان الثالث السنة دي. الحقيقة السنة دي كان فيه كم كبير جدا من الأعمال المشاركة، كان عندنا 26 جامعة مشاركة منهم جامعات عربية وجامعات مصرية ما بين الخاصة وما بين الحكومة. كان فيه تقريبا حوالي 250 عمل مقدم ما بين دراما وما بين أفلام روائية،
ما بين اعلانات تلفزيون واعلان راديو وحملات تسويق اجتماعي. الحقيقه كان في كم كبير جدا من المشاركات السنه دي، يمكن اكتر من السنين اللي كانت قبل كده. ايضا هذا المهرجان بيتضمن عقد 4 ورش عمل ل 200 طالب وطالبه يوم الاثنين والثلاث. الورشه الاولى في مهارات المذيع الناجح، الورشه الثانيه في الصحافه الاستقصائيه، الورشه الثالثه اعداد البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه، الورشه الرابعه عن اساسيات النقد الفني. مهرجان الشروق خلى الطلاب يكونوا اكتر حرصا في مشروعات التخرج بتاعتهم علشان يطلعوا شغل احسن. الشغل ده فرق معاهم جدا لان هم بياخدوا جوائز، بيبقى ليهم منح ماديه، بييجوا ياخدوا هنا جوائز نقديه، كمان بيكون ليهم اماكن معينه احنا كنا جايبينها سبونسر للمهرجان قبل كده بتمنحهم دورات تدريبيه في مجالات مختلفه. خطوة تتخذ انطلاقا من مسؤولية تشجيع طلاب الإعلام قبل التخرج حتى يكونوا جاهزين لسوق العمل وفقا للمعايير المهنية. أكاديمية الشروق مهتمة جدا بفكرة مساعدة الطلاب على مشروعاتهم، بتمنحهم جوائز. يعني الموضوع خارج برضو بره الصندوق، مش فكرة ان احنا في الجامعات واحنا خريجات اعلام او خريجات اداب حتى قسم اعلام او كده، لا احنا بنحاول ان احنا نساعد الطلبة كمان. يعني 26 جامعة مصرية ده عدد كبير جدا المساعدة، وفرصة كمان يعني للطلبة ان هم يلتقوا بالاعلاميين ويشوفوا ويحصل حوار بينهم وبين الاعلاميين. ومشاريع تخرج على فكرة اللي بيعملها الطلبه في الجامعات المصريه او في كليات الاعلام او اقسام الاعلام مميزه جدا طبعا بجد، يعني كانهم بيشتغلوا شغل احترافي بشكل كبير. طيب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم كده الاطلاله الصباحيه لصباح اون النهارده. تعالوا نطل كده على المشهد الجميل والبديع اللي احنا شايفينه على المانيال. نصبح على اهلنا في المانيال كورنيش النيل. طبعا زي ما احنا شايفين الصوره دنيا شبوره شويه، او الصوره السماء بالصافيه نقدر نقول كده، يعني الصبح بدري كان في شبوره خفيفه. صحيح. السماء لغايه دلوقتي بالصافيه. نتمنى الدنيا تروق كده وتبقى حلوه الساعات اللي جايه. الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي من مكان الاماكن الجميله والعريقه جدا في مصر، المانيال. المانيال جزيره المانيال كان سكن لعدد من افراد اسره محمد علي باشا والبكوات، ومعروف كمان المانيال مقسمه لمانيال الروضه والمماليك يعني. صحيح. وقتها يعني كمان من اشهر قصور المانيال كان في قصر الامير محمد علي ناجي الخديوي توفيق. كمان من اشهر معالم المانيال قصر المنسترلي. صحيح. وهو من القصور الجميله، وكمان هناك في مقياس النيل لما انت تعدي هناك ده من اقدم المقاييس اللي كانت موجوده. في كمان متحف سيده الغناء العربي ام كلثوم، مستشفى القصر العيني طبعا القديمه، واماكن كثيره جدا مهمه في المانيال اللي هي منطقة بتربط ما بين أماكن كتيرة قوي ما بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة.
دي كانت مشاهدينا اطلالتنا الصباحيه من المنيل كورنيش النيل. خلونا نروح دلوقتي نعرف درجات الحراره في القاهره والمحافظات، وزي ما شفنا من الدرون في شبوره عاليه جدا، فخلونا نعرف تفاصيل اكتر مع زميلتنا العزيزه نيرفانا العبد. مشاهدي اللايف اهلا بكم الى نشرة جوية جديدة ليوم الاربعاء. الجو مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا وبارد ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. وننتقل الى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبداها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 29 والصغرى 15 والاجواء صافية نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل كبرى 22 والصغرى 13 والجو صافي طوال اليوم. أما في بورسعيد تسجل كبرى 21 والصغرى 15 حيث صفاء. أما عن أسيوط تسجل كبرى 33 والصغرى 16 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل كبرى 31 والصغرى 14 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 31 والصغرى 22 حيث صفاء طوال اليوم. أما عن أسوان تسجل كبرى 34 والصغرى 18 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 33 والصغرى 17 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 28 والصغرى 20. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 20 والصغرى 7. أما عن دمشق تسجل كبرى 22 والصغرى 6. وفي الرياض تسجل كبرى 31 والصغرى 19. وفي طرابلس تسجل كبرى 21 والصغرى 12. أما عن الجزائر تسجل كبرى 22 والصغرى 14. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 26 والصغرى 22. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. يعني بنشكر زميلتنا نيرفانا العبد، ودرجة الحرارة 29 ده هيبقى حر جدا جدا أنا نفسي أعرف الشتاء راح فين. الشتاء يعني زارنا 10 أيام كده واختفى بعد كده، بس عايز أقول عالية جدا 29. بس عايز أقول لك درجات الحرارة على الرغم من إن هي ما كانتش كتير البرودة، ولكن في ناس كتير جدا كانت عندها أمراض، كل الأمراض الشتاء في الفترة دي. طيب نروح لفاصل سريع ونرجع بقى نشوف أهم الأخبار معانا النهاردة في صباحهم، خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، ونبتدي باخبارنا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس كل من سيدات محمد وكمان فتحيه محمد، واللي قاموا بالتبرع لصندوق تحيا مصر حساب تنميه سيناء. الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسه الجمهوريه للتعبير عن خالص تقديره لموقفهم الوطني المقدر وحرصهما على المساهمه في جهود تنميه سيناء وتعميرها التي تسير جنبا الى جنب مع عملية سيناء 2018 للمواجهة الشاملة للإرهاب. وجه الرئيس التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره. صورة بتعكس تقدير شديد جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، زي ما احنا شايفين الصور ازاي استقبلهم وازاي وصلهم لغاية بره، يعني لغاية العربية. ودي مش أول مرة، يعني قبل كده شفنا الحاجة زينب، قبل كده كمان شفنا لو نفتكر فتاة العربة اللي هي منى ازاي استقبلها سيادة الرئيس. فالرئيس بيقدم رسالة لتقدير دور ومكانة المرأة المصرية زي ما احنا شايفين. نكمل مع حضراتكم أخبارنا. بعد تكريم الرئيس للسيدتين المصريتين، الرئيس امبارح كمان اجتمع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ودكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعمر الجرحي وزير المالية. استعرض وزير الصحة آخر المستجدات الخاصة بإطلاق
منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها بداية بمحافظة بورسعيد. عرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية اللي هيتم إعدادها لقانون التأمين الصحي الشامل. كمان أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية أن يؤدي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى حل المشكلات اللي بيعاني منها قطاع الصحة، وإن المنظومة الجديدة تمثل بداية حقيقية لإصلاح قطاع حيوي جدا هو قطاع الصحة بشكل شامل، وتحقيق طفرة نوعية في جودة الخدمة المقدمة للمصريين واللي بيستحقها كل مصري أن يتلقى خدمة لائقة على المستوى الصحي. ومن أخبارنا أيضا، عقد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مؤتمرا صحفيا بنادي المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ناقش خلاله التقرير اللي قدمه أو اللي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، واستعرض مروان الإنجازات التي حققتها مصر طبقا للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة 20 لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، مؤكدا أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بيانا قدم فيه شكر لمصر على تقديم هذا التقرير، وأن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام أو سباقة على مناقشة التقرير أمام المجلس. بعض من هذه المنظمات يحاول تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان، لكن صدقيني لما عرضنا هذا التقرير على أكثر من 65 دولة وكانت من بينهم ألمانيا، هذا التقرير أولا جميع الدول شكرت مصر على تقديمها هذا التقرير الطوعي لنصف المدة، كل الدول بلا استثناء، حتى من بينهم من وجه كلام عن الجمعيات الأهلية أو عقوبة الإعدام أو غير هذا، لكن الكل شكر مصر وأحس إن هي بتاخد خطوات حقيقية على طريق تعزيز حقوق الإنسان في مصر. للتعقيب عن هذا الخبر هيكون معنا هاتفيا طارق الخولي عضو مجلس النواب. صباح الخير يا فندم. أستاذ أميرة، أستاذ محمد، صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا أستاذ طارق، صباح الخير. أهم ما يميز هذا التقرير، ويعني طبعا الشكر اللي حصل من قبل 35 دولة مع أيضا فكرة الحقوق الإنسان، الشكر الخاص بالأفكار اللي ليها علاقة بالجانب الإنساني في مصر وحقوق الإنسان، عايزين نعقب ونعرف كمان معلومات عن هذا التقرير. يمكن في البداية أنا بأسمن يعني خروج هذا التقرير، وهو تقرير طوعي مش إجباري ولا إلزامي، تقرير إلزامي يمكن في مفروض أن نقدمه في عام 2019، لكن ده بيوضح يعني حسن النوايا وأنه لسنا لدينا ما نخشى منه ولا نخاف منه. أيضا حالة الانفتاح من خلال هذا التقرير ومن خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب هو بيشكل بداية جديدة في عملية انفتاح مع الآخر وتوضيح لحقائق الأمور، لأنه يعني الانغلاق أو مجرد إصدار بيانات متعلقة بالإدانة والرفض للانتقادات الغير صحيحة من بعض الدول وبعض المنظمات ده غير كافي، يجب أن ننفتح ويجب أن نوضح حقائق الأمور، لأن احنا بنمر بحالة من الحرب النفسية والمعلوماتية متعلقة بأطراف متربصة بينا وبتستخدم ملف حقوق الإنسان لتشويه صورة مصر في الخارج ومحاولات الضغط على مصر بشكل أو بآخر. فبالتالي توضيح دايما ومناقشة الأمور وأبعادها ده أمر في بعتقد انه امر في غايه الاهميه وبسمنه بشده. يمكن ورد في هذا المؤتمر وهذا التقرير عدد من النقاط غايه في الاهميه، على سبيل المثال وليس الحصر، تناول اولا تصحيح لتصريحات المفوض السامي لحقوق الانسان وحديثه انه تعبير الذي تناول فيه مسألة أن مصر تحتاج إلى مدينة الحريات، هذا معناه أن هناك حريات، وبالتالي توضيح المسألة بهذه الطريقة هي كاشفة لأنه هناك إدراك للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية تدعيما لمفاهيم حقوق الإنسان. لم نقل أننا وصلنا إلى ما أفضل
الى افضل وضع متعلق بحقوق الانسان، وليس هناك دوله في العالم فيها حقوق انسان 100%. صحيح. لكن احنا بنقود تجربتنا وبنتخذ اجراءات من شانها ان تدعم مفاهيم حقوق الانسان اللي هي بتحتاج وقت حتى يتشبع بها المجتمع وكل مؤسسات. يمكن يعني تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان لايجاد مزيد من الاستقلاليه لهذا المجلس، تعديل قانون التظاهر، الاهتمام بفئات مجتمعيه بعينها زي فئه المراه والشباب، وتخصيص كوتا لهم في فيما يتعلق بالدستور، دستور 2014، ايضا عدم سقوط عقوبه التعذيب او عدم سقوط جريمه التعذيب وفقا للدستور، انه هذه جريمه لا تسقط بالتقادم. صحيح. كل دي اجراءات واتخذتها الدوله وفقا للدستور ووفقا لقوانين اصدرها سواء البرلمان او قدمتها الحكومه، دي كلها اجراءات بتؤكد ان هناك نوايا حقيقيه إن لدى الدوله المصريه. احنا كمان بنمشي في الطريق السليم يا استاذ طارق، يعني احنا ماشيين في الطريق السليم وعندنا القضايا بنحاول نعدلها، وبنحاول كمان نعدل من التعديلات القانونيه الخاصه بحقوق الانسان. نشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب، على هذه المداخله. تعالوا نستعرض مع حضراتكم ابرز ما نشرته الجرايد النهارده من عناوين. نبتدي مع مصر اليوم. مصر اليوم صفحه 7، حقل نورس يلاحق ظهر بانتاج يصل الى حوالي 1,100,000,000 قدم غاز، مبادله الاماراتيه شريكا في حقول الغاز الجديده، موافقه البترول خلال ايام، 13 بئر تدخل الخدمه في حقل نورس، 14 بئر تنتج الغاز الطبيعي حاليا. طبعا انجاز جديد يضاف الى الانجازات اللي احنا بنحققها في اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر. ومن اليوم 7 صفحة 1، وزير الكهرباء يدشن اول محطه للطاقه الشمسيه في اسوان. احنا اتكلمنا امبارح كان في افتتاح لاول محطه للطاقه الشمسيه. شاكر الرئيس يفتتح المحطه رسميا لاهميتها الاستثماريه والتعاقد مع 32 مستثمرا بقريه بنبان لتوليد 1465 ميجا وات. ونروح للاخبار. الاخبار اجرت لقاء وحوار مع المبدع خالد جلال مخرج مسرحيه سلم نفسك اللي حضرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في دار الاوبرا المصريه برفقه ولي عهد السعوديه. بيقول المبدع خالد جلال: حضور الرئيس وضيفه ولي عهد السعوديه اكبر شرف وتكريم، لم نجري اي تعديل على العرض امام السيسي، لم نحذف كلمه واحده. وقال كمان ان مسرح مركز الابداع هو مشروع حياتي واهم من كل المناصب، وقال ان عروضنا هي الاقل تكلفه في مصر، وكلما قل الانفاق زاد ابداع العقل. صحيح. كلمه مهمه جدا. طبعا نجوم كتيره جدا خرجوا من داخل مركز الابداع الفني للمخرج خالد جلال بالاوبرا المصريه. طيب يعني بس عايزه اقول حاجه عن المسرحيه لان حضرتها بالفعل. صحيح. الامكانيات ضعيفه جدا، ما فيش اي حاجه غير السكريبت والممثلين. صحيح. وطبعا اداره الفنان العبقري خالد جلال. طيب هنروح لفاصل ومن بعد الفاصل تلتقون. المركز للاحصاء يفوز بجائزه درع الحكومه الذكيه في المنطقه العربيه. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء فاز مؤخرا بجائزه درع الحكومه الذكيه على مستوى المنطقه العربيه عن بوابه البيانات الوصفيه الاحصائيه للعام الثاني على التوالي. عن الانجاز ده معنا ضيوفنا المستشار احمد كمال مستشار رئيس جهاز التعبئه والاحصاء، والمهندسه نجلاء زين مهندسه برمجيات ومسؤوله عن البيانات الوصفيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير والف مبروك. الله يبارك فيك على الجائزه.
ومش اول جائزه دي، يعني في جوائز سلسله جوائز كتيره جدا بيحققها جهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في كل عام. المره دي كانت من دبي وتحديدا فيما يتعلق بالبيانات الوصفيه. حابين نعرف الساده المشاهدين قبل ما نتكلم بقى عن الادوار الكتيره اللي بتعملوها المهمه جدا في نشر الاحصاءات والتقارير عن الجائزه دي، يعني ايه بيانات وصفيه واهميتها في مجتمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصبح على جميع مشاهدين قناه اون او شبكات اون على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي وبالتاكيد على مستوى العالم، واحنا سعداء جدا في من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وجميع العاملين سعداء ان قناه اون مهتمه بالجهاز وبياناته في هذا التوقيت. احب اوضح لحضرتك ان جهاز الاحصاء المصري من احد الاجهزه الرائده تاريخيا وحاليا عالميا. الميزه اللي يمتاز بها الجهاز الاحصاء المصري يمكن مختلف عن بعض المؤسسات الاخرى ان هو تملي بيسعى للتحسن والجوده في اعماله، لان المشكله في البيانات انك سهل انك تنتج بيانات لكن جوده البيانات ودقتها شيء خطير جدا وشيء مهم جدا، وبنعتبر ان هذا تشالنج بالنسبه لجهاز الاحصاء باستمرار. يعني في ناس ممكن تعمل شغلها وتخلصه وتديه او تطلعه، لكن جهاز الاحصاء بينتج بيانه بمعايير وبجودة عالمية وبجودة دولية، مش عشان العالم بيفرض علينا هذا، لا دي جودة، دي أحسن جودة في العالم لازم نشوفها مين بينتج البيانات بالشكل ده، إن كان أحد منظمات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أحد الدول الإحصائية المتقدمة زي اليابان وزي أمريكا أو زي كوريا أو زي دول الاتحاد الأوروبي أو أحد الدول الأفريقية. إحنا برضو منفتحين على العالم جدا جدا في جودة البيانات. البيان نفسه كالوصول ليه أو إنتاجه شيء كويس، لكن اتاحته للمستخدمين بعداله وبشفافيه في توقيت واحد عشان نقدر يستخدم هذا البيان بقى بيان ليه قيمه. لكن انك تنتج بيان ويبقى بيان موجود عندك وتحطه في الديب فريزر او تحطه اي حاجه زي كده ما بقاش في استخدام. مشكله اللي بتواجه اجهزه الاحصاء في دول العالم الناميه او الدول اللي بتحاول تتقدم والكلام ده كله انه بينتج منتج صعب او هضمه، لكن فعلا لو بنتج عربيه او بنتج اسمنت او بنتج طوب او بنتج مواد غذائيه سهل قوي تسويقها، لان في جهاز سمعت على فكره جوده البيانات ودقتها، ودي انا باكد دي شهاده انه جهاز الاحصاء عندنا في مصر بينتج معلومات وبيانات دقيقه وبجوده عاليه جدا. دليل على حته الجوده اللي انا باكد عليها ان احنا بننشر بياناتنا. انا لو الان من منتجي او الكلام ده كله ما اقدرش انتج منتج، فانا كنت عايز اوصل من حته الجوده للنشر والاتاحه. دي توصيات امم المتحده وتوصيات عالم، والعالم مر بتجارب سابقه كتير جدا. في 1980 كان في ازمه النمور الاسيويه، لقى ان العالم كله اللي بتحصل الازمات الاقتصاديه والماليه في العالم نتيجه ان البيانات دي مش منتجه بمعايير وبجوده عاليه وتبقى صعب المقارنه. فابتدى العالم ياخد انيشيتيف من كانت الامم المتحده او البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ان بقى يشجع الدول كلها بالكامل وعامل مبادرات متكرره ان الدول تنتج البيانات بتاعتها بجوده معينه او بجوده دوليه وتنشرها تبقى سهل الاستخدام تبقى فريند ليوز. طيب هننتقل للمهندسه نجلاء زين، حضرتك مهندسه برمجيات ومسؤوله عن البيانات الوصفيه. وظيفه بوابه البيانات الوصفيه ايه بالنسبه للاحصاء؟ هي بتنشر البيانات، يعني باحث او بيتخذ القرار بيعرف البيان منين عن طريق البوابه ديت، بيدخل ياخد البيان. طب ارقام، الارقام لازمتها ايه لو انا مش عارفه الرقم ده طلع ازاي، مش عارفه البيانات الوصفيه بتاعته. في نفس الوقت ممكن البيان ده يطلع من مكان تاني بقيمه تانيه، في الوقت ده الباحث هيبقى متلخبط مش عارف دي صح ولا دي صح. صحيح. عن طريق البيانات الوصفيه يقدر يميز البيان ده جه ازاي بالبروسيس اللي مشيت عليه بالمنهجيه بالعينه بهكذا، فيقدر ياخد القرار يستخدم دي او يستخدم دي. فعن طريق البوابه ناشرين كل احصائيات الجهاز بالبيانات الوصفيه، وفي منها رو داتا برضه، رو داتا اللي هي بيانات الخام بس المؤهله بحيث ان ممكن برضه المستخدم يستخدمها البيانات الوصفيه بتاعتها. دي الباحثين بس للباحثين، للباحثين ومتخذ القرار واي حد عاوز يعني بيان. مين المستفيد من البيانات دي؟ طب انا استاذن اقاطع المهندسه نجلاء، طبعا هي تكنيشن عالي في القصه دي كلها بالكامل. احنا الحمد لله لما بنشأنا هذه البوابه الغرض منها ان انا بتيح البيانات لجميع المستخدمين، ان كان باحث دارس رجل اعمال جهه حكوميه جهه دوليه في نفس الوقت دون النظر لمكان تواجده في العالم او في مصر. يعني عايز اقول لحضرتك احنا يعني الاناليسيس بتاعنا تقريبا البيانات دي الباحثين المصريين او الاجانب اللي موجودين 24 دوله بياخدوا البيانات دي كلها بالكامل.
عدد الزائرين، يعني هقول لحضرتك ارقام غريبه شويه كده يعني يمكن تفيد شويه، لان افيادكم للناس انفعكم للناس. صحيح. ما كناش بنعمل حاجه وفيها منفعه للناس وبتوصل لناس البيانات، فيبقى الموضوع اللي بيتعمل ما بقاش فيه فايده. اللي احنا كان اخر 2014 اول 15 كنا في الثلاث اربع سنين ما كناش حصلنا نص مليون زياره للموقع بتاع الميتا داتا. في 15 زودنا عدد نشراتنا شويه، ضعفناها مرتين ثلاثه، وصلنا في نهايه السنه تقريبا ل 1.5 مليون زائر في 15. 16 وصلنا 4 مليون. النهارده عايز اقول لحضرتك الرقم اكزاكتلي يسترداي يعني بالظبط كده 7 مليون زائر لا 7 مليون 993 زياره تمت لموقع الميتا داتا. ده بيعكس طبعا ثقه المستخدمين للموقع، بس البيانات والارقام دي مهمه جدا لكافه مؤسسات الدوله. يعني الرقم في حد ذاته مش مهم، مهم تفسير الرقم والشغل على الرقم ده دلالته ايه. فمهم جدا نعرف الارقام اللي في الصحه وفي التعليم وفي الاستهلاك والتجاره والاستيراد، دي كلها ارقام دوريه حضراتكم بتخرجوها او تصدروها. سؤالي لحضرتك الى اي مدى هنا بيحصل تنسيق مع الجهات المسؤوله لو في رقم مثلا عن التعليم او عن الصحه او عن الميزان يعني التجاري الوزارات مختلفة. ازاي بيحصل التنسيق والمتابعه فيما بعد، ولا وظيفتك فقط انك تخرج الرقم وخلاص؟ لا اشرح لحضرتك حاجه، مش كل البيانات اللي بينتجها الجهاز بينتجها يعني بالسورس بتاعته. احنا الحمد لله في منظومه في مصر، والحمد لله وظهر الكلام ده في التعداد 2017، ان احنا بنتعاون مع كل الجهات الحكوميه في انتاج واخراج بياناتنا بشكل كويس. الحمد لله بقت مصر ليها رقم واحد دلوقتي، ان كان في سكان او في تعليم او في صحه او في خط فقر او حتى في بطاقه التموين او في اي حاجه، في بقى في رقم واضح في مصر وبيصدر عن جهاز الاحصاء، لانه العالم كله بيتعاون مع جهاز الاحصاء فقط لا غير في البيانات الرسميه. هي دي صور الموقع الخاص بالجهاز الاحصاء. تمام. مظبوط. الصور اللي موجوده دلوقتي يعني هل ده بيبقى متاح لاي حد، ولا هي بيبقى ليها باسورد ويوزر نيم؟ طب استاذ حضرتك الحمد لله احنا الاتاحه يعني الاتاحه للجميع في وقت واحد بشفافيه واحده ومفيش اي توقيت ومفيش اي يعني عايز ليميتيشن لاي حاجه خالص بالكامل. احنا بنتيح للجميع والميتا داتا متاحه. ممكن ادخل عادي الموقع ده والصفحه واخد البيانات انا عايزها، تخش على البيانات وكلمه البيانات الوصفيه هتخش تحت حضرتك هتلاقي 1500 اصدار معموله او 1300 معمولين بالمعايير الدوليه متقسمين ل 47 سب جروبس، تخش منهم تنقي الجروب اللي حضرتك بتتكلم على التجاره الخارجيه. ممكن تبص على التجاره الخارجيه وتبص على حاجه تخص الاستهلاك وتبص على الصادرات والواردات، تقدر تجمع كونكلوجن للي انت محتاجه. يعني اي باحث بيسالنا كل المجالات 47 سب جروبس موجودين، تقدر تخش فيهم من او من اصدار ل 10 اصدارات ل 100 اصدار. وطبعا الارقام زي ما بتقال يعني ايه هي اللي بتقول، وانت من نفسك تقدر تقول مصداقيه كمان، تقدر تقول مين دخل وكم واحد دخل. يعني انت كمستخدم عادي يعني هذا الاصدار اللي انا حاطه موجود كم واحد دخل عليه وكم واحد شافه وكم واحد عمل منه داونلود وكم متكرر الكلام ده. طب عايزين نتكلم على الشهاده والدرع. طبعا. يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الدرع والشهاده، وكانت من قبل ايه في دوله الامارات، وحضرتك يعني موجود لو في كلوز كده على الموضوع هتلاقي درع التميز الذهبي، يعني طبعا. ده الجائزه الذهبيه تعتبر طبعا. يعني فكلمنا عن الجائزه وعن الموضوع. الجائزه دي متبنيها حكومه دبي انها بتحاول تنشر وتوسع الاستخدام الحكومي للتطبيقات الذكيه اللي بتحقق التواصل مع الجمهور وتوفر له وقت وتدي له جوده عاليه وبتتيح له الكلام في البيانات في جوده عاليه. وصف الجائزه انها ممكن بتتعمل للوزارات وبتتعمل لبعض الجهات الاخرى زي المحافظات وزي الجهات الحكوميه على مستوى الوطن العربي. الحمد لله احنا خدنا الجائزه دي على مستوى الوزارات في المنطقه العربيه كلها بالكامل، ان احنا بقى عندنا اكبر مخزن، هم كاتبين اللفظ كده، اكبر مخزن للبيانات في المنطقه العربيه وفريندلي يوز ومتاح للجميع في وقت واحد. هنكمل كلامنا على الارقام والاحصائيات، واخر كمان هنعرف اخر الارقام اللي صدرت ايه اليومين اللي فاتوا، لكن نروح لفاصل سريع وموجز لاهم الاخبار على راس الساعه، ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا في صباحكم. خليكم معانا. يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين في صباح اون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحصوله على جائزة درع الحكومة الذكية من دبي.
فيما يتعلق بالبيانات الوصفية وتنشيط العمل الخاص بإصدار أرقام ذات جودة عالية ودقة عالية كمان. لسه منورنا في الاستوديو المستشار أحمد كمال، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والمهندسة نجلاء زين، مهندسة برمجيات ومسؤولة عن البيانات الوصفية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أهلا بك. ونرجع للبشمهندسة، عايز بقى أتعرف على شغل الشباب والكوادر الإحصائية داخل الجهاز، لأنه عمل الإحصاء ده عمل مهم ولازم فيه دقة شديدة جدا في التعامل مع الأرقام، وعمل شاق كمان مش سهل يعني يحتاج شغل قوي جدا. فعايزين نتعرف كده على الكوادر الإحصائية والشباب اللي موجود داخل الجهاز. بداية الشباب عندنا بيختاروا، يعني قبل ما بيجوا الجهاز بيتم اختيارهم، بيبقى سياسة واقتصاد قسم الإحصاء ده أساسي، وكمان بيجي عندنا اللي هم طالعين من الأوائل. بعد كده بيتولى جهاز تدريبهم وبعثات خارجية، في منهم بيسافر اليابان في أمريكا، بياخدوا بعثات يتدربوا على الإحصائيات وعلى التحليل والحاجات دي كلها والبروسيس اللي بيتم على البيانات. فده الكوادر موجودة، بالإضافة إلى الناس اللي موجودة وعندها خبرات أكبر. فإحنا الجهاز بيعمل اندماج بين الخبرات الموجودة الناس الموجودة وبين الشباب اللي طالع اللي عنده بيانات حديثة، وبين تطويرهم وبعثاتهم وكده يعني. طب لو هنسأل سيادة المستشار، يعني دور الإحصاء في وضع خطط التنمية؟ هو أشعر حضرتك يعني أن هي الأساس في خطط التنمية كلها بالكامل، والحمد لله الدولة أو نقدر نقول حكومة مصر الحالية والسابقة والسابقة قبل السابقة بتعتمد على بيانات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء في وضع الخطط، لأن الخطط أساسا البيانات لازم تعمل لازم يستخدمها متخذ القرار. يعني ما أقدرش أعمل مدرسة في منطقة صحيح ما تتناسبش مع طبيعة السكان والأنشطة اللي موجودة فيها وحجم السكان كلها بالكامل. صحيح. ما اقدرش اعمل مدرسة والسكان منتشرين حاليا اقول في دائرة 50 كيلو والطالب ينتقل ل 50 كيلو او ال 20 كيلو. يعني لازم احدد فئات العمرية، لازم ابقى عارف المولود النهاردة في المنطقة الفلانية انا محتاج له بعد 5 سنين مدرسة ابتدائي في المنطقة دي كلها بالكامل. فالحمد لله وزارة التربية والتعليم بتعتمد علينا في كل بياناتها وفي تخطيطها المستقبلي لنشر الخريطة المدرسية والتعليمية داخل مصر. وزارة الصحة كذلك، وطبعا مش هقول النقل وكل الوزارات المعنيه داخل جمهوريه مصر العربيه بتستعين بكل بيانات الجهاز المركزي وهي متاحه للجميع، ان كان بطريقه رسميه او بتواصل مباشر او عن طريق الموقع بتاعنا، او بنتحها مش جداول بس، احنا بنتحها باسلوب خرائطي، واحنا الحمد لله كجهاز متقدم جدا في موضوع الجي اي اس او بيانات المعلومات الجغرافيه، احنا بننتقل تملي من مرحله لمرحله، كانت لو بتطلع جداول وبعدين دخلنا في مرحله الاي تي، دخلنا في مرحله دلوقتي جي بورتال والكلاود والاتاحه دي كلها بالكامل، دي سياسه ولا عوده فيها، واحنا برضو مش واقفين عليه، برضو منتظرين اي تقدم علمي يحصل في العالم ونكون عاملين جامبنج ليه قدام. يعني نقدر نقول سياده المستشار انه ما فيش اي عمليه تنميه بتتم على الارض المصريه الا بتبتدي برقم، يعني الرقم هو المحرك، اعرف انا فين وصلت لفين وازاي اشتغل بدايه من الارقام المتاحه امامي. بمناسبه الارقام، واحنا بنعيش اليومين دول شهر المراه المصريه ويوم المراه العالمي احتفلنا بيه من يومين، كان صدر ارقام مؤخرا بمناسبه اليوم المراه العالمي عن وضع السيدات والمراه في مصر. من ضمن الارقام اللي استوقفتني شويه انه حوالي 3 مليون او الاسر اللي بتعولها النساء حوالي 3 مليون ونص اسره في مصر، ده رقم كبير جدا، عايزين نعرف التفاصيل عن الرقم ده والارقام الاخرى متعلقه بحال المراه المصريه. طيب هو اصب على حضرتك واصب على المراه المصريه في العالم كله بالكامل. 3 مليون اسره الرقم بالنسبه لحضرتك ضخم، لكن احنا عندنا كم اسره في مصر؟ 25 مليون اسره. فالرقم مش يعني يقارب 10-15% اللي هي المراه المعيله اللي بتعول اسره، بتعول اسره عشان هي لعدم وجود زوج او وفاه او بنت كبيره في اسره، فده ليس انا دي ميزه، لان المراه المصريه قوه في قوة العمل داخل المجتمع، ودي نقطة قوة ليها، يعني الرقم لما يزيد ليس هذا إهانة للمرأة المصرية، لكن قيمة وتقدير للمرأة المصرية ودورها في الاقتصاد المصري، وليس تقليل من قيمتها والكلام ده كله. فمصر الحمد لله سعيدة بمرأة، والرقم ده كمان مش عايز أقول ست البيت اللي ما بتنتجش ورجل الأسرة اللي بتنتج، سيدة المنزل تعتبر
قوة عاملها داخل البيت من أعمالها داخل البيت وزارة المالية بتاعت البيت يعني هي الدينامو بتاع الحياة داخل مصر. وإحنا حقيقة. الحمد لله المرأة المصرية على مر التاريخ ليها دور. إحنا كان عندنا أول كوين أو أول ملكة من أول لو رجعنا لحتشبسوت ملكة مصرية كان العالم لسه في مجاهل الظلام وإحنا عندنا ملكة مصرية في هذا التوقيت. ولو مرينا على مر التاريخ هتلاقي السيدة المصرية ليها دور بكفاءتها وإمكانياتها. صحيح. يعني باشمهندسة يعني يمكن إحنا بنتكلم على دور المرأة وما إلى ذلك لكن عايز أعرف مع تطور فكرة البيانات الوصفية إحساسك إيه بالجايزة؟ وخصوصا أنه أكيد يعني الكوادر القائمة على فكرة البيانات الوصفية أكيد عندهم إحساس كده بالرفعة يعني زي ما بيقولوا يعني الواحد حاسس بنجاح. أكيد طبعا لأن هم جايزة معناها أن البيانات دي مستفيدين منها جدا بجودة عالية ومستقلة عالية. معنى كده أن في ناس كتير جدا أو باحثين متخذي القرار أن هم يقدروا يستفيدوا. معنى كده أن احنا يعني الموقع أنه ممتاز أنه هو خارج جايزة. ده غير عدد الناس اللي هي بتخش زي ما المستشار أحمد قال ما يقرب من 8 مليون زائر. فده معناه أن هم بيعملوا حاجة لها قيمتها وحاجة بتساعد مش النهاردة لا بكرة وبعده وبعده. صحيح. دي حاجة طبعاً ما بتشوفوش أي معوقات بتمروا بيها في دقة البيانات أو تعب بيحصل لكم مثلاً في دقة البيانات؟ يعني هل الموضوع ماشي سموس ولا بيبقى فيه بعض المعوقات؟ أكيد فيه بعض النقاط بس هي بتتحل. يعني احنا مثلا بنوثق اون تايم يعني الاحصائيه شغاله بنوثق ابديتنج على طول لكن كمان بنرجع بسلسله زمنيه. السلسله الزمنيه يمكن هي دي اللي فيها شويه اعوق لان احنا برضه بنجمع بيانات من 67 مثلا وهكذا. فدي ممكن تكون بتعطل شويه لكن احنا ماشيين فيها. طب ممكن تتحل ازاي؟ يعني لو حضرتك شايفه ان في لو حابين لا احنا يعني عندنا في الجهاز الحمد لله في ماكرو فيلم عندنا في دور ماكرو فيلم بناخد منها الحاجات اللي احنا مش موجوده وبنحاول نجيبها من اي مكان بنحاول نجمع البيانات. طب فرصه وجود حضراتكم معانا وسياده المستشار ان احنا نتعرف كده على اخر الارقام والاحصائيات. في ارقام مهمه جدا معدل التضخم ده مهم جدا يعني ده اللي هو عايزين نعرف الاسعار قلت ولا ما قلتش فده من الارقام اللي دايما المواطن المصري عينه عليها. انا سعيد بحضرتك سؤال حضرتك وجيه جدا في المكان بس قبل ما بتقول ارد على سؤال حضرتك عايز ااكد ان البيانات الوصفيه اضافه صغيره كده ان البيانات الوصفيه ده فريق عمل بيشتغل في الجهاز فريق كبير جدا مش صغير وكل واحد موظف او منتج بيان في الجهاز مشارك في هذه الجائزه وليس طبعا. ان كنت انا حضرتي او حضرتها موجودين النهارده لكن احنا عندنا فريق كبير جدا جدا من جميع العاملين في الجهاز بمشترك واحنا لم نعد اداه خاص للمشاركه في هذه الجائزه. هذا عمل وشاركنا بهذا العمل ذات تيس في نفس الوقت فاخدنا الجائزه لان ده عمل متراكم بنشتغل فيه من 2011 حتى يومنا هذا. معانا فريق تقني عالي جدا جدا فيه 3 أو 4 مهندسات زي نجلاء يعني الجانب الانثوي موجود طبعا. عايز اقول لحضرتك احنا الحمد لله عايز اطمن حضرتك احنا عندنا العماله فوق 60% عماله في ميل موجودين وبيتولوا مناصب قياديه داخل الجهاز. عاملين احصائيه بقى لجوه الجهاز؟ لا ما طبعا لا احنا عندنا عاملين ارقام احصائيه لجوه احنا الاقليه ما داخل الجهاز 40% الاناث لصالح الذكور الاناث مقابل الذكور فالاناث عندنا معديين 60% معديين 60% كمان داخل الجهاز ويتولوا المناصب القياديه مش عايز اقول لحضرتك باستمرار فوق 60% وظائف الاناث في وظائف قياديه داخل الجهاز. حاجه جميله ودي حاجه مشرفه لان احنا ما بنلاقيش فرق عندنا يعني الفريق بتاع الميتا داتا كنت انا وشاب تاني اسمه ايمن معايا الفريق الانثوي اللي شغال المهندسه نجلاء المهندسه ناديه شرف المهندسه هناء بنصبح عليهم طبعا والمهندسة نجلاء مرتضى فهو دي المجموعة. بقول لحضرتك يعني احنا اقلية 2 قدام 4 و5 فبالتالي صحيح ده وضح النسبة دي الطبيعة عندنا وده ما بتأثرش علينا ولا بتأثر احنا بنشتغل ومفيش فرق بين الذكور والإناث في طبيعة العمل عندنا. نرجع بقى لسؤالنا معدل التضخم الاستهلاك الأرقام اللي تهم الشارع المصري والمواطن. هو طبعا برضه عشان نبقى صادقين الأرقام عشان تتقال لازم تبقى أرقام تتقال بس هي مؤشرات يعني في بعض المؤشرات العامة الفترة اللي فاتت طبعا احنا بعد فترة ابتدى معدل زياده الاسعار كان بيزيد السنه اللي فاتت الحمد لله ما اتكسر في يعني شهر 10 اللي فاتت ابتدى معدل الزياده يقل وليس الاسعار تقل. انا باكد يعني معدل زياده الاسعار ابتدى يقل كان الاول بيوصل ل 30 ابتدينا نخش 15 و16 وان شاء الله دي مبشرات ان احنا في خلال العام القادم ان شاء الله يحصل فعلا انخفاض لهذا المعدل بتاع الزياده وبالتالي ان شاء الله نوصل لمرحله التعادل بين السعر السابق والسعر الحالي ونامل في السنوات القادمه ان شاء الله يبقى ما في زياده في الاسعار. المبشرات اللي بتقال ممكن نقول حجم الصادرات وحجم الواردات وده شيء مهم جدا جدا لان الصادرات كانت بتستنزف نسبه كبيره من
الاحتياطيات النقديه والعمله والكلام ده كله، وده مؤشر كويس ان حجم الصادرات ابتدت تزيد الحمد لله مع توسع الصادرات على مستوى العالم كله بالكامل وما دون محددات سياسيه. يعني لو نلاحظ ان احنا بعض الدول اللي ممكن الراي العام عارف ان احنا مثلا بعض التوجهات السياسيه والخلافات، لكن احنا الحمد لله صادراتنا بتغزو العالم كله بالكامل. النقطه الاهم من كده ان حجم الواردات بتاعتنا شيء مهم ابتدى يقل، حجم انتاجنا ببعض السلع الاستراتيجيه زي القمح والكلام ابتدى يزيد، الاحتياط النقدي طبعا كلكم عارفينه، والبنك بالرغم ان حجم قوه العمل بيزيد، يعني اللي بيخرجوا من الجامعه بيخشوا لسوق العمل الحمد لله برضو معدل الاوطان بيقل قليلا، لكن ايه ما بيزيدش، يعني ده شيء كويس جدا جدا. طيب بالنسبه للبشمهندسه، حلمك ايه بالنسبه للبيانات الوصفيه للاحصاء؟ انه تكون على مستوى قد ايه او ما وصلتش لحد ايه وعايزين نوصلها لحد ايه؟ بالنسبه للبيانات الوصفيه في الجهاز احنا بنحاول نخلي نعمل بيانات وصفيه بكل منتجات الجهاز، لكن انا عايزه اعمل بيانات وصفيه على مستوى الدوله. المفروض ان احنا كل جهاز بيطلع بيان يطلع البيان بالبيانات الوصفيه بالطرق المعياريه اللي احنا ماشيين بيها عشان نقدر نقاين بين البيانات مع بعض ونقدر نستخدم كل البيانات الموجوده في البلد في البلد كلها، يعني كمؤسسات دوليه كمؤسسات دوليه او فهو ده انا نفسي يعني اهم ان احنا نطبقه على الدوله كلها. تمام. طيب المعالجه يا فندم والتفسير للارقام دي تبقى وظيفه برضو الجهاز المركزي للتبعيه العامه والاحصاء ولا وظائف بتقوم بها جهات اخرى؟ يعني الرقم بيطلع من عند حضراتكم، تفسير الرقم وتحليل الرقم ده مهم جدا، دي مرحله اللي هي اهم من فكره الانتاج الرقم بس، بتعملوا ايه او ايه التقارير اللي بتصدروها عشان تفسروا الارقام؟ في بعض الارقام بنقدر نطلع عليها تفسير ببساطه جدا من طريقه متابعتنا، لما نيجي نقول معدل زياده الاسعار الشهري او السي بي اي اللي بيطلع يوم 10 وانا بعد اون تي في على اللايف، يعني انها تبقى يوم 10 الشهر الجاي موجوده عندنا في المعمل اللي بيطلع ارقام، وتتفرج على شبابنا البنين والبنات اللي هم مسؤولين على اهم رقم اقتصادي بيطلع في مصر اللي بيحرك البنك المركزي وبيحرك وزاره الماليه وبيحرك الدوله يوم 10 الساعه 8 الصبح. ادعوكم انكم تعملوا لايف هناك في داخل اللاب اللي بينتج هذا البيان وتشوفوا الآلية بتاعته وتتعاملوا مع الشباب وهم شغالين وبينتجوا هذا البيان. احنا بننتج البيان وبنوضحه لان تقدر تقول ليه زاد المعدل او قل، في ليها معادلات احصائيه زي ما نقول حجم الاستهلاك المصري بالمقارنه باللي قبل كده وبالمقارنه بالشهر السابق للشهر السنه اللي احنا فيها او مقارنه بالشهر السابق للعام السابق اللي قبل منه، فبنقدر ندي بعض الانديكيتورز، لكن مش هنقدر نحلل كل البيانات. احنا بننتج حدود 200 اصدار سنوي فالرقم ما نقدرش نحلله بالتفصيل، لكن احنا نتيحه عشان الناس تقدر تستخدمه وتفيد وتبص عليه. لكن احنا لو اذا طلب مننا بنستعين ببعض الخبرات العلميه او بقدراتنا الداخليه ان احنا لو في حاجه مطلوبه مننا بنحل، لكن احنا بنوجه الداتا بنتيحها لكافه المستخدمين بعداله وشفافيه في نفس الوقت. الموقع يا فندم عايزين برضو نذكره لانه في ناس ممكن يكون ما عندهاش معلومات عن الموقع، فممكن نقوله بحيث ان احنا نعرضه دلوقتي على الشاشه. انا مش عايز اقول كلمه مع حضرتك، حد يكتب كلمه جهاز الاحصاء او يكتب الاحصاء او يكتب الابريفيشن بتاع الكامبس على الجهاز على اي انجن بتاع ريسيرش هيطلع له في خلال 30 40 ثانيه 50,000 نتيجه. 50,000 نتيجه ده انا بضربها وممكن يطلع الرقم اكتر من كده. فمش محتاج ان انا اكتب www.canvas.egypt مش هو ده بس مش هو ده الاساس. يعني اكتب حضرتك على اي انجن اي ريسيرش اي محرك بحث اكتبي كامبس او جهاز الاحصاء او جهاز الاحصاء المصري هتلاقي قبل ما بتخلصي 30 40 سنه هيديك 50 او 60,000 نتيجه على بيانات متاحه لكل الناس. وعايز اسالك برضو السؤال هنا، ان ممكن حد من الشباب بيتفرج دلوقتي وعايز يعمل مشروع في محافظه معينه او في مكان معين، نمشي معاه كده واحده واحده، يقدر يخش على صفحه الموقع ويعرف هنا بقى البيانات التفصيليه او النتائج التفصيليه مش الاجماليه، انه في المكان الفلاني او في المحافظه الفلانيه عندنا الرقم كذا في المشروعات الخاصه بالمشروع اللي هو عايز يشتغل فيه مثلا، ليكن صناعه الجلود او اي صناعه معينه. هل البيانات التفصيليه دي متاحه لانها دي تهمه قوي يعني ولا هي يشتغل معلومات عامه؟ لا مش معلومات عامه بعد اذن حضرتك. الحمد لله جهاز الاحصاء بينتج بيانات
ديتيلز. والحمد لله احنا بننتقل بيانات تعداد هتفاجئوا بيها اللي هي 33/9 اللي فات، واعلنت النتائج الاجماليه بعد شهرين من انتهاء الاعمال الميدانيه، وده حاجه عظيمه تمت ونقله نوعيه في استخدام التكنولوجيا في مصر. ان شاء الله احنا في فتره وجيزه هنعلن هذه البيانات على بوابه البيانات الجغرافيه المصريه. جميل. من جهاز الاحصاء ان اي حد يخش على اي حته يلاقي كل البيانات اللي هو بيدور عليها. يعني الشاب ده يا فندم يقدر يدخل وياخد بيانات تفصيليه عن المكان اللي هو فيه، المحافظه او المدينه، وايه اللي ينقصها من مشروعاته ويشتغل فيها ازاي؟ مش يعني بينقصها، هو يقدر يحلل، يحلل من اللي موجود قدامه هو ايه اللي محتاجه وايه اللي عايزه. لكن مش بقول له المدينه دي ناقصها كذا او زي لا، بس هو يعني يعرف الرقم مثلا عن مدينته. ساكن في الغربيه او في اسيوط او في اي مكان، يعرف الارقام ايه التنميه اللي موجوده هناك. الله يفتح على حضرتك، حجم السكان اللي موجود، حجم المنشات، حجم المناطق الصناعيه اللي موجوده، كل الحاجات دي متاحه، ومتاحه بفريندلي يوز يعني مش بصعوبه يعني. يعني انا جربتها وانا قدام بعض الباحثين، عملت داونلود لهذه الكتب والاصدارات والكلام، ناس تلاقي 150 نازلين في ما فيش مش عايز اقول دقائق يعني، انا عايز اقول لك اقل من دقيقه بلاقي الاصدار نازل كامل والكلام ده. لان الموضوع ان انت بتتيح بيانات وصعوبه الحصول عليها. لا، احنا بنتيح البيانات والحمد لله. انا من اختبار الشخص لو كان الموضوع متاح دلوقتي كنت هختبر لكم واعمل لكم داونلود لبعض البيانات واوريكم الحاجه بالسب ديتيلز، وندعوكم المره الجايه ان شاء الله احنا لما نوصل ل 10 مليون زياره للموقع ان شاء الله تيجوا تقعدوا عندنا في الجهاز وتبصوا على البيانات الوصيه وتتعاملوا مع الفريق الحقيقي اللي بينتج هذه البيانات، مش انا والمهندسه نجلاء، لا هي المهندسه نجلاء اساسيه يعني، لكن تعاملوا مع الفريق الحقيقي اللي بينتج هذه البيانات من المعمل بتاعهم ان شاء الله، وتتفرجوا على سهوله الحصول على هذه البيانات. طب لو هسال الباشمهندسه، ما يميز طريقتنا في يعني الشغل في البيانات الوصفيه عن العالم؟ يمكن في اختلافات اكيد. اي نعم، احنا دخلنا دلوقتي بشهاده تقدير وبدرع من دوله الامارات، وطبعا هي من الدول القويه جدا في هذا المجال، ولكن ايه اللي بيميزنا عن العالم كله في دقتنا في البيانات الوصفيه؟ إيه لا، ده السؤال ده بقى بتاع استاذ احمد. يمكن على اساس انه التكنيك يعني كتكنيك ان احنا البيانات الوصفيه تمتاز عن اي بيانات اخرى انك بتوصف لي البيان قبل ما تقوليه، طريقه المنهجيه بتاع جمعه، الاستماره المستخدمه، المعايير المستخدمه، جوده العمل. فانت البيان اصل المشكله مش ان الرقم ان ازاي وصلت لهذا الرقم. واحنا بنوثق هذا النشاط مش بنوثق النتيجه النهائيه، لكن بنوثق الاجراءات التحضيريه. الثمان اجراءات بتتم من اول ان انا احدد احتياجاتي لغايه لما اعمل مرحله التقييم، مرحله رقم 8، ووثق الاعمال اللي بنعتبر اعمال احصائيه واعمال تكنولوجيا معلومات، والاعمال الميدانيه اللي هي اسلوب جمع البيان من الميدان. فاحنا بناخد كل الاجراءات دي كلها بالكامل وبنعملها بجوده عاليه، وكل ما تيح بتاكد ان جودتي كويسه، وكل ما بلاقي مستخدمين اكتر بتاكد ان جودتي كويسه. وده هدف مرجو ان انا لازم بيانات توصل لكل الجميع في جميع انحاء العالم. هو 24 دوله، احنا الحمد لله والشكر لله الفتره اللي فاتت من شهر 7 اللي فات اطلقنا الموقع الانجليزي بتاعنا. نسبه الزائرين للموقع الانجليزي غريبه جدا، 2000 واحد بيخش على الموقع الانجليزي. والميتا داتا الحمد لله برضو ابتدينا نشتغل فيها انجليزي، والحمد لله عاملين رقم بسيط لكن ان شاء الله في نهايه العام هنوصل لرقم محترم في الميتا داتا، وعندنا سياسه نشر واضحه بالعربي والانجليزي. واحنا كمان لما بنتعاون مع بعض الاجهزه الاحصائيه زي اليابان، احنا لينا بروتوكول تعاون مع اليابان مع جهاز الاحصاء، بخلي اليابان تبص على شغلنا واحنا شغالين. يعني انا بقول ان دي ابزور في المجال ده كله بالكامل، بحيث ان نستفيد من خبراتهم وخبراتنا، والحمد لله احنا متوافقين. ومش بنقول بيحصل على فهم نوع من التبادل او البعثات الخارجيه، لانه علوم الاحصاء وعلم الاحصاء كل يوم في جديد، تمام، في تكنولوجيا جديده وازاي ادخل البيانات وتحليلها وتصنيفها وكده. بتتعاونوا مع اليابان مثلا او غيرها من الدول اللي هي يعني محققه انجازات كبيره جدا في مجال علوم الاحصاء؟ يعني احد الدول الرئيسيه الشركاء الرئيسيين اليابان. اليابان بتعاوننا في مشروع لمده 3 سنين الحمد لله، واحنا يمكن من احد الجهات الحكوميه في المنطقه العربيه اللي بتعاون مع اليابان بجديه وبفعاليه جامده جدا جدا جدا، واقوياء معاهم في التعامل. الند للند وليس اعلى الاعلى واوطى اوطك، الحمد لله احنا بند معاهم في جوده عملنا وعملهم الحمد لله. احنا اخر يعني من اسبوع فات كان عندنا 13 باحث، منهم 12 واحد صغير كانوا قاعدين 3 اسابيع ان جوب تريننج في جهاز الاحصاء الياباني. موجودين في البنك المركزي الياباني، موجودين في وزاره التجاره والصناعه اليابانيه، في احد الجامعات واحد المعاهد الانستيتيوت الخاصه بالتحليل الاحصائي في اليابان. الحكومه اليابانيه مقدمها لنا لجودتنا وجديتنا في العمل، وليس بتقدم لنا الكلام ده عشان احنا علاقتنا بيهم كويسه، لا. والحمد لله احنا
احنا ابتدينا التعاون مع جانبي من 2014 قبل ما اي حد يفتح التعاون مع جانبي الفتره دي، لكن احنا الحمد لله متعاونين كويس جدا مع جانبي، متعاونين مع الاتحاد الاوروبي، متعاونين مع الاتحاد الاوروبي بقوه جدا، متعاونين مع منظمات الامم المتحده بالكامل. احنا كان عندنا جلسه احصائيه في الامم المتحده بتجرى كل سنه، الجلسه دي شارك عندنا وفد تقريبا من 11 او 12 واحد، وكان لنا بعض الجلسات الجانبيه عرضنا فيها تجربه التعداد، ومتفائلين مع عالم بيشارك صغير وكبير في كل الانشطه الجانبيه، ونسبه المشاركه الصغيره عالية وماجوريتي، ونسبة مشاركة الفيميل أعلى من مشاركة الرجالة. بطمن حضرتك دايما على طول كده، لا هو جهاز بيحصل كل حاجة، جهاز بيحصل أرقام يعني في كل حاجة الأرقام كمان بتتكلم أكتر صحيح، الأرقام بتتكلم الله يحفظك صحيح صحيح. طيب لو هنسأل أخيرا كده، اللي تتمناه يا فندم لجهاز المحاسبة أو الحساب للتعبئة العامة والإحصاء، بتتمنى إيه للدولة حتى إن إحنا نتعامل إزاي معاه؟ والله بتمنى حضرتك ان احنا يبقى في اصدار الفتره القادمه، وان المواطن المصري العادي يشعر بالتقدم ونتائج هذه الاعمال اللي بتتم والانشطه الاقتصاديه اللي بتتم على الارض ان شاء الله. وانا حاسس من بصفه عامه من الناس اللي قريبين مننا ان الدنيا بتتحسن ان شاء الله، وبنتمنى ان شاء الله الفتره القادمه ان جهاز الاحصاء يتبوأ مكانه عالميا وليس عربيا او منطقه. ثلاثه، نتمنى ان دور الشباب عندنا يكتر ويبقى قوي جدا، واحنا الحمد لله احد الجهات الحكوميه اول ما عينت مدير عام 42 او 43 سنه. بطمن حضرتك ان الشباب قادمون في الجهاز وقادمين بقوه الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله يا فندم. نشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار احمد كمال، مستشار رئيس جهاز التعبئه والاحصاء، والمهندسه نجلاء زين، مهندسه برمجيات ومسؤوله عن البيانات الوصفيه. نشكركم وبنبارك لكم على الجائزه. شكرا يا فندم، ونشكر صباح انت فيه على الاستقبال الحافل، وبندعوكم ما ننساش 10 الشهر الجاي هنكون لايف بكاميرا عندكم ان شاء الله، ان شاء الله في المعمل ان شاء الله، واحنا بنعمل رقم السي بي اي، وان شاء الله جوائز كتير جايه كمان في الطريق، لانكم تستحقوا عمل متقن جدا وفي دقه وجوده. بشكركم شكرا جزيلا، وصلنا لختام حلقتنا، لكن نروح بقى مع حضراتكم كده شويه فن وفن مختلف وموسيقى مختلفه بعد الفاصل. لقاء الزميل حسام الدين حسين مع فرقه فيتريو الموسيقيه التايلانديه. في هذه الفقرة الخاصة من صباح أون، وخاصة ومختلفة كمان، لأن احنا النهاردة هناخدكم في جولة معانا وزيارة لمملكة تايلاند. الحقيقة للي ما يعرفش كتير عن مملكة تايلاند، احنا بتربطنا بهذه المملكة وهذه الدولة علاقات قديمة جدا بترجع إلى أكثر من 60 سنة. الحقيقة أنه على المستوى السياسي في علاقات جيدة ما بين الدولة التايلاندية ومصر، في تطابق في المواقف في معظم القضايا تقريبا، في علاقات اقتصادية وتجارية مميزة، في استثمارات تايلاندية في مصر بأكثر من نص مليار دولار، وفي شركات تايلاندية بتعمل في مصر. لكنه الأهم هنا اللي هنركز عليه أكثر هو الجانب الثقافي، كمان بتربطنا علاقات ثقافية قوية جدا بمملكة التايلاندية. عندنا خلينا نقول أكثر من 3000 طالب تايلاندي بيدرسوا هنا في الأزهر الشريف، وبعثات تعليمية مختلفة بتيجي من تايلاند لمصر. كمان في سياحة كبيرة ما بين مصر وتايلاند، في مصريين كتير قوي يحبوا يزوروا تايلاند، خاصة الهانيمونز زي ما حضراتكم عارفين، لكنها سياحة تقدر بالألاف، لأنه الحقيقة هذه الدولة تتميز بمناظر خلابة وطبيعية ومجموعة كبيرة من الجزر اللي بيحرص السياح من مختلف دول العالم على زيارتها. كمان احنا دايما بنسمع عن جمال هذه الدولة ومعابدها البوذية الجميلة، متميزة دايما بألوانها المختلفة، متميزة أيضا بالأكل التايلاندي، وعندنا في مصر كتير من محلات الأكل التايلاندي المشهورة اللي الناس بتحب زوره. لكنه كمان اللي ما نعرفوش انه في مهرجان تايلاندي بيحصل احيانا في مصر. السنه اللي فاتت كان في مهرجان تايلاندي في ساقيه الصاوي، كان في عروض تايلانديه مختلفه، كان في زيارات ما بين وزير الثقافه التايلاندي جه زار مصر قبل كده وقدم مجموعه من العروض للفرق التايلانديه في مصر، وايضا حصل مجموعه من خلينا بروتوكولات التعاون بين مصر وتايلاند في المجال الثقافي. لكنه هذه الفقرة الحقيقة بنعملها خاصة مع زيارة باند وفرقة تايلاندية واحدة من أشهر هذه الفرق، مش بس في تايلاند، في جنوب شرق آسيا، وقدمت أكثر من 1000 حفلة في 5 قارات. نتكلم هنا عن تري
او في تريو. نتكلم هنا عن في تريو وبند شهير جدا في تايلاند وجي مصر لاول مره وهيقدم مجموعه من العروض هتكون في مسرح الجمهوريه وكمان هيقدم عرض اخر في مسرح اوبرا سيد درويش. الفرقه دي مكونه من 3 اخوات بيقدموا مزيج من المزيكا الكلاسيك وانواع الموسيقى المختلفه الاخرى وحلمهم ان هم ينشروا المزيكا الكلاسيك بتعريف جديد ومفهوم جديد لكل الجماهير. عشان كده احنا حرصنا النهارده في صباح اون عشان نكون موجودين مع في تريو. It's a pleasure to be with you today and thank you for your time and thank you for being with us. Thank you very much. Wadi krap. Thank you for having us. Dr. Paye. Hello. Barn and Boy. So you are brother and sisters. Yes, exactly. Tell us how did you start? Can you tell? Can you tell? Yeah. Did we look alike? 3 beautiful people, yeah. I hear that they call your family in Thailand the family of miracles because you have a musician's roots. Is it yes, right? Very yeah. much. Yeah, our dad is the violinist. He is the musician. He actually the founder of all Thai classical music in Thailand. Really? Yes, one of the very first generations of classical musicians who developed everything, creating orchestras and schools. So we were very lucky to have our father who inspired us with different music, not just classical, but you know, we grew up listening to jazz, rock, pop, blues, everything. Mm. So music and of course instruments like this were like toys. Really? At home. Yeah. Yes. For us, yes. Yeah. Your father was the director of Bangkok Symphony Orchestra. Yeah, one of the founders. One of the founders, yes. Maybe. And the first concert master. Really? Yeah. Wow. So the leader of the orchestra, basically. Yeah. Okay. So tell us about the beginning. How did you start this band? Well, actually, you know, we're siblings. We lived together, played together, but we never actually performed together as a group until 10 years ago. Until 10 years ago. Because I was living in America, she was in Hong Kong. Mm-hmm. She was, of course, in Thailand, which is very young. We had an opportunity to create a band. We were working with the local record label, local entertainment company, and the CEO of the company, who has vision, he envisioned that classical music should be more fun. And you know, we had a chance to meet and we talk, and that's the turning point, because we all believe that music can be enjoyed anyways, any whatever way you want, and all kinds of music should be able to reach out to others. You know, so we as classical musicians, we've been working hard to create more audience, to have more fun. But the turning point is this: as a band, we are more than just music, we are family. Yes. And to have family performing together, and it's very cool to be family and we're playing together, actually. Yes, there's a special chemistry to it, you know. And when we enjoy making music, we don't really think too much about what to do. We rehearse, we practice, of course, but the best part about our band is that we communicate like brothers and sisters. Sometimes you understand each other. And it's something essential for music. Yes, and that's the most important for the harmony. Part of music, because you have to play from the heart. Uh-huh. You know, you practice with your head, but when you perform, it's all from here. Yeah. And I think this is what made us successful for the last 10 years. But Brian, you are different. You choose the cello. I guess it's harder. No, it's not. Actually, I grew up seeing him practicing violin every day, so I just want to have some change. And I choose the cello because I think it's special. And the sound, you know, like the cello sounds, it's very deep. Yeah, you know, sounds like a handsome man like you. Thank you so much. Not as you. So that's why. Yeah, why? You were a diplomat, I guess. Yes, I was a diplomat. But back then, I studied international relations when I was in university, and I went to the Ministry of Foreign Affairs for a year as a diplomat. But politics and music doesn't mix. So it's a different thing, but you can connect it. By the way, sure. I have been performed as a violinist since I was 14, 15. I travel around the world and perform. And when I grew up, I started thinking that I want something new. So I interested in the politics and international relations. So I get in the
Ministry of Foreign Affairs and trying to be a diplomat for a year. Yeah. It was very fun. Wonderful. Yeah. Maybe it gives you the chance to like to be open to different kind of music, yeah, from around the world. Explore the world, yeah, and learn another type of living, and you know, we're living in the different world, music and diplomat. It's totally different. Yeah. So it was very interesting for her because by day very she's a diplomat, yeah, and sometimes she has to perform with us, uh-huh, in the evening. So she switched from diplomatic look, you know, to a very beautiful dress, you know, performing violins. Yeah. But in the end, of course, we have our family business, and that's music school, mm-hmm, and we were expanding. Yeah, and she has you have your decision. Own school, Vimos. Yes, yes. Vimos. Exactly. You're very well informed. I don't need to tell you anything anymore. 10 years, I guess. So now you're celebrating, yes, 10 years. We're on our 10th. Okay. Yes. And it's a lot of fun because, you know, when we have Vitrio, we inspire young people, mm-hmm, with music that is approachable. So it's not your typical classical music. It's a mixture of pop, yeah, and classical, and of course with singing. And this makes us very unique. And the new families, young children, they see us and they're inspired. They, wow, want to take up, wow, violins, which is very important. And of course, this school so it brings goes up along new generations. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. And we've been having wonderful students and a lot of activities cool, performing. So, as a teacher, it's very rewarding for us to share our knowledge and experience, you know. Yeah. And as an artist, of course, we are very excited to be here. We are excited to have you here, actually. But let me, Yani, we want to know what behind the name of Vitrio. Yes, it comes from French, right, as you know. V means life, mm, and trio means three. Okay. So that means life of three. Life of three, because, yeah, you have different lifestyles and you bring it together, I guess. Yes, so and we are, there are just the three of us. Yeah, in a family, you know, that's all we have as siblings. Yeah, such a great family. Thank you very much. But let me ask, Yani, people always think about the classic music as something stuffy, and sometimes, let me say, they call it boring music sometimes, but you try to bring a different philosophy behind your music. Tell us more about it. Yes, that's a very good question, because, you know, classical music has long history. Mm. Not as long as Egypt, of course. I wish, but no. but the way the fairies were in love with music, you can see like playing instruments on the walls of the temples. You know, when the music has long history, sometimes the modern society didn't quite understand. Mm-hmm. It's the same thing with Egyptian heritage. You know about it, you can't imagine it until you come to Egypt. To Cairo, to see Giza, you know, to Luxor, to Alexandria, then you really see with your own eyes, you feel it, and you love it. It's the same with music. But classical music has its, you know, very formality, yeah, has its formality. So sometimes, you know, you go to a concert, you have to dress up. Of course, you know, you have Aida, yeah, performing opera, right, yeah, now, yeah, and everybody dressed in Giza, you know, very well. Uh-huh. And the thing is, but this is stereotyping, I guess, now. It's, yeah. Yes, and which is okay. Yeah. You know, it's fine. But it's nothing to do with the music. Mm-hmm. You know, it's the event. And sometimes this kind of event, you don't reach out to everyone. Yes. And, of course, we as musicians, no musicians want to play alone. Sure. You know, doesn't matter if you're classical or jazz. You want audience to love your music. Mm. That way, you need to understand your audience. You know, you can please a group of classical music lovers, there are quite a few of them, mm-hmm, but if you want to please 100 million people, yeah, sure, you have to understand what they want. Yeah. You have to understand their culture, what they enjoy. And you know, for us to be traveling, between three of us, we have traveled 6 continents. Mm-hmm. This is the latest continent. And you did like more than 1,000 concerts, I guess. Yes, and you know, everywhere such we go, we learn. Yeah. We learn such the culture, we learn the music, we learn to interact with people. And you know, the concert in Cairo, we are looking forward to so much, because okay, we understand that Egyptian people are really fun. Yes, thank and very you. Friendly. Friendly, fun, and they want to party. Uh-huh. You know, and this is going to be fun. So such a diversity in your program here in Cairo and Alexandria. So you were telling us about what you're gonna play and sing.
as we have many different kind of songs, of course I will be singing. We have jazz, we have rock, and we also have the royal composition of our late King Rama IX. Okay. Yes, the late King Bhumibol was an accomplished saxophone player and a wonderful songwriter, and he wrote 48 beautiful songs. We'll pick a few of them, and we are very excited to be performing His Majesty's music for the Egyptian audience and more. Yes, and we're also going to play the Egyptian song. Egyptian it's song, wow. Yes, Hail Yahwa Baladi. Hail Yahwa Baladi, yeah, it's yes, very so famous one. And yes, it's a really beautiful famous song. Singer, yes. Dalida, it's a French-Egyptian singer, and it's very famous here. It's just such a nice song. I'm very, very excited. So, you know, we would love to invite all your fans, of course, to come and experience and to share the fun, to share the culture with us, and we promise you that it's going to be a lot of fun. Speaking about culture, how do you find Egypt now? I know that you just arrived from Khartoum, and it's such a good African journey for you. Yes. Well, Egyptians. It's a vibrant country. Very you know? Vibrant. Yes, exactly. I love it. And the place so beautiful, and love the weather, and the people are so nice. Really? People are very nice. We visited a few places, and everywhere we go, you know, we have young people coming to us, say hello, taking selfies, yeah, things like that. And, you know, we felt at home, we felt very welcome. Mm-hmm. And we definitely will carry this message to Thailand and encourage Thai people to come and visit more. You know, especially of course, we have a lot of people who is visiting Thailand everywhere. Especially the honeymooners, they love to go to Thailand. Yes, you have actually no problem with that anyway. But you know, we are very privileged. Of course, I have to thank you know, the Embassy of Thailand in Cairo, the Ambassador, Ministry of Foreign Affairs, who make this all possible. But you have to visit the pyramids. Have you visited the pyramids yet? Tomorrow. Not yet. Tomorrow. Okay. Oh, is it the day after tomorrow? We can't wait to go. And it's beautiful weather to go there, actually. Yeah? Any tips? I guess you will make it easily there, and you will enjoy it. You have to ride the camels. We need to ride a camel. Yeah, you have to ride the camels and take some photos, like doing to point at the top of the photos, like, you know, yes, touristic. And do some selfies, maybe. Yes, and I mean, what you have over here is so rich, you know, and there's so much to explore, and it's a shame that we're only here for a few days. We don't get to go to Luxor, and you know, maybe next time we have to go to Luxor. We're going to Alexandria, though. After Cairo concert, you will enjoy Alexandria. Yep. It's a coastal city with a beautiful scenes, and it's very fit with any artistic content. Let's say yes, definitely, and of course the food is always yummy here. And, you know, so far it's been really good. The Thai food. Like, we love Thai food. What's your favorite Thai food? Actually, I love the noodles that they make in a different way. You have also like different sauces. I like all the sauces. You have so many sour things. Yeah, I love spicy. Okay with you? I love spicy. Yeah, I love spicy food. Beautiful. I know that you have like more than 5 albums, I guess. Yes, 5 like albums. That. So we're looking forward to your singing and your playing to today with us in Sabah On. So we'll go now for a break, and after the break we want to listen to your let's say your gorgeous art. Oh, that's we're flattered, but we're looking forward to perform for you. Thank you so much. هنروح مع حضراتكم لفاصل قصير وبعدها هنسمع المزيد والمزيد مع فيت تريو اشهر الفرق التايلاندية في زيارتهم لمصر. Thank you.
Bravo, 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 bravo. Thank you very much. Thank you for being with us. Such a nice playing, and we're really looking forward to see you again in Cairo and in Egypt. Thank you for having us. Thank you so much for being with us. جولة كنا معاكم فيها في زيارة وباند في تريو، أشهر الباندز والفرق الموسيقية في تايلاند وجنوب شرق آسيا.